وهذا الذي أعتقد أننا إذا أردنا أن ننتقل من موقع الدفاع في الإمامة إلى موقع شنو؟ لا تقولون هجوم حتى يصير عركة، قولوا إلى موقع التأسيس في الإمامة. بابا الإمامة هي شنو؟ عمي افترض سنة ما موجودين، أصلا افترضوا ما موجودين في التاريخ. إحنا الإمامة التي نعتقد بها ما هي؟ ما هي شروطها؟ ما هي موانعها؟ ما هي مستلزماتها؟ ما هي مسؤولياتها؟ هل هي مستمرة أو منقطعة؟ ما هي؟ ما هي 10-15 سؤال هذا وين أجبنا عنهن نحن؟ أنتوا الآن كطلبة بيني وبين الله، أنا لو أسألكم ما هي مواصفاتها؟ ما هي موانعها؟ ما هي مسؤولياتها؟ ما هي ما هي؟ وما لم تنحل هذه المسائل لا يمكن أن تحل مسألة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، لأنه على علم الكلام المتعارف عندنا يعرف الإمام أنه يهدي الناس حتى لا يصير اختلاف في الأمة حتى كذا كذا، مو هالشكل؟ وبيني وبين الله الآن صار له 1150 سنة غائب، ده يقوم بهذا الدور لما يقوم؟ يقوم لو ما يقوم؟ ليش خايف من الجواب؟ ما يقوم؟ لو يقوم؟ أحسنتم، لا شنو فائدة وجود؟ أنت شو تسوي؟ تقول ها فلان ضاع بالصحراء لقى جاب الأمة، بينك وبين الله يا هاي الإمامة ابشر شنو هو مؤسسة خيرية حتى واحد يضيع يلقوا يجيبوا مولانا؟ لو فلان كان مريض واحد دق علي الباب وطاش قد قال الحجة سلام الله عليه، هو أدري الحجة شنو؟ بس هذا فقير كان مو بشيعته أكو 30% فقراء، شوف بس قلبه احترق على هذا الشيعي. بينك وبين الله هذا منطق يمكن أن تخرج به إلى الآخرين أنت؟ ولذا أنت اقرأ الكتب المفصلة الآن قصص شنو؟ البغدادي التقى وشيخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ محسن التقى وشيخ تحسين التقى، وشنو صار مولانا؟ بيني وبين الله لو قضايا شخصية لو قصص لو خرافات لو بدع لو طبعا هاي فتوى أقولها، أني لن أعتقد أنه التقى بالإمام أحد في عصر الغيبة الكبرى والسلام، مغلق عندها. تقول لي سيدنا ابن طاووس شو تسوي بحر العلوم؟ أقول في وحدك وحدة وحدة أجاوبين في محل، بس الفتوى أقول لك إياها حتى ترتاح منها. لن يلتقي به أحد وما التقى به أحد لأنه كذا وكذا.